ندور لك على عروس الحين. ايه لا بالله لا. اقول بدور لك على عروس يقول لا. الله يعطيك الصحة والسلامة. الله الله حي الله الغالين. يا هلا والله وسهلا. متوجهين الى الشيخ خالد بن بشوت الدوسري، مذكور لنا شرق القصيم. بسوي لكم ان شاء الله سبحانه وتعالى معه مقابلة، وانا اهتم مثل ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة مع كبارين السن، اهتم باللقاءات معهم وناخذ منهم معلومات عن زمن الاولين وعن الترحال وعن معاناتهم في الشديد قبل السيارات. ترى الموضوع ما هو بسهل يا جماعة الخير، احيانا نمشي مئات الكيلو مترات علشان نصل الشخص المذكور لنا، وعلشان نصل ونسوي معه مقابلة احيانا تصل الى 1000 كيلو مثل ما شفتوا في رحلة تبوك اللي قام مع العم المعمر سالم بن عيد العطوي. طبعا تعرفون القصيم يبعد تقريبا 1000 كيلو، يعني مشينا 2000 كيلو ذهابا وايابا من القصيم الى تبوك. وكل اللي يذكرون لنا خصوصا اهل البادية تعرفون في البر مع ابلهم، واحيانا يكون الطريق لهم صعب، نمشي مع طرق وعرة مثلا نفود ولا ارض حجرية. فها الحين نمشي على هذا الطريق باتجاه الشيخ خالد بن بشوت، مذكور لنا شرق القصيم. طبعا هذا الطريق مشاهدي الكرام هو طريق العبور لأهل الإبل في رحلتي، مثل ما ذكرت لكم رحلتي الشتاء والصيف. رحلة الشتاء وهو عبورهم مع هذا الطريق باتجاه الشمال الربيع الشمال، ويرجعون على نفس هذا الطريق الصيف الجنوب. الآن هذا وقت صيف الجنوب. وما أن وصلنا عند الشيخ حتى وجدناه في هذا المشهد الذي يجسد مدى حبه للإبل وحبها له كذلك. رغم تقدم الشيخ في السن فهو تجاوز أكثر من 90 عام وصايم في يوم من أيام رمضان، إلا أنه مثل ما تشاهدون عاصب راسه وبين الإبل ويوجهها إلى المراعي الوافرة، ولسان حاله يقول متولع قلبي بها بد ما بات وتر كل مولود على درب جده. أخذ بنا جولة معه بسيارته بين الإبل. وان طيبوا بخير. أبشر معنا الأخلاف لله الحمد. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. اليوم تغطيتنا واللقاء الخاص مع الشيخ خالد بن بشوت الدوسري عند الإبل. حياك الله ابو ضافي. مرحبا وما شاء الله يا رجل، والله ودي كان كذا لين عشيك تقتلي. الله يبيض وجهك، تقول وتفعل، الله يغنيك. طب هنالك عندي. الله يغنيك ويكثر خيرك. والله هنالك عندي حاسيها لك كل اللي مثلك. الله يبيض وجهك. الله رب العالمين. يكثر خيرك. ابو ضافي وين ناويين بالشديد؟ والله ناويين صوب الجنوب، صوب الوادي. ايه. ناويين بالوادي وناويين بديارنا. ربعنا وعينا خير وياك. وعينا خير ربع تلب وشمنت اجيك. احنا نمشي عند البل ونسولف ترى يا مشاهدي الكرام. هو لازم يرد البل. ايه هج هج ابو ضافي. كم عمرك اول ما سرحت عند البل؟ حول 10 سنين. حول 10 سنين سرحت عند البل. سرحت عند البل وردها واشتوحش بعض اجي الليل احج على اهلي. ايه ويلحقني ابوي الله يحميهم والديكم. امين امين. ما بيخليني. الله 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 اعودها له. يعني سرحت عند البل وانت ابو 10 سنين؟ ابو 10 سنين. الله اكبر. رحت عندها الله، والعلاقي معي مخباي خصمه. اي خصمه حقت الخلفه هذيك. اي يدبغونها مدبوغه هو جانا اصبح فيها حلف فيها. الله حلف فيها سمها ايه الخصمه مثل القرب. اي لا من الجلبه تحلبون فيها البل. حلف فيها لبن ها له كبرها. الله ما نحلف فيها لبن نشرب. الله 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 الله. طيب ابو ضافي من اول لو ردت البل على العد كم تاخذ في المضمى؟ كم تاخذ في المضمى؟ خلينا 4 ايام 3 ايام ربع 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 4 ايام 5 ايام ما تعدها. ايه الله الفقير 5 ايام وترد. وترد ونرد على الماء ونصبح ونشرب وتكيل لين العصر.
تاخذ لها يوم كامل. الله الله ويطعها تبلعها وتدعي وتعلي وتنهل. رجع العصر روحنا روحاتبنا ونضرب الرعي مع الجهمة تدري اللي العصر رجعنا سنين نضرب الرعي ونرد ونصدر ودلو ورشة. هذا قبل السيارات قبل الوية ما نعرف السيارات لا القاثرة لا القاثرة يمشن يا ابوي قلت ويا خلنا نتبارا جرة السيارات ترى اقول ابوي هذا والديك ترى اثنين يتبارون وش ذا ما نعرف هو المدار كبراته ادعنا احد راح صبر الربع الخالي صبر الرمال راع الرمال اللي بيها راحه الله انا من اهل الرمال من الربع الخالي الله الله. طيب ابو ضافي انا جتني علوم منك بواردي البواردي مالي شريده البواردي مشاهدي الكرام اللي يجيد الصيد علمنا عن صيد الضبة من أول. والله صيد الضبة حجرت أنا بصري أنا وهي حرمتي. عني صايم إن شاء الله وبعدك الحقيقة. تسلم. هلا هلا حجرنا بصري وضربنا الربع الخالي وخذنا الشهرين ومجيين ما حتى المعنى شرم اللي بالعشاير والصيد تشرح على العبل. الله أكبر. تشرح على والله ما يجيه لا والله ما يجيه من الضوء كون العبل الشمس. الله. يوم يبس حط سبخرجة تحطها بالعياب. والحجر ويوم حجرنا مغير وي حرمتي هلا هلا واجل عليها واجل عليها واجل عليها واجل عليها وانا ما علم قال داري الحياة فرعنا بالصيف تنشمس تنجهلنت علي جي قم الصيد كنت ما ادري عنها عقت لها خيط كل ما اجيها واحد عقت كل ما صدت وضبي عقدت خيط عشان تعرف العدد حط في جناح شالتها اي والله قال ها تبغى تستفيدها أنا 75 75 ضبي إي والله كفو كفو بين الصفري وبين الصيف الله أكبر الله ماليتين الخرجة وماليتين العياب وماليتين كل شيء بجمجمة فرعنا الله الله جاء وردنا على العدوية وقيضنا وانت باش رجع يا سين هذي العين شربوا سين الله شربوا سين أبو ضاف يلبس تعرف المكان المري من المكان اللي مهم مري أي بلها تعرف سبحان الله تستانس فيه وترتع واللي مهم مريم تزعل منه وتسري وتملك تسري وتملك يعني ما هو بأي مكان ترتع البل فيه ولا هو بأي نبات تأكله لا الله بس تعرفه في البل تعرف المسال المهم مسال تعرفه وجه البل ونظره رتعتها ومسحها بالليل كان مساس فلت ومست إن كان مهم مساس قامت توم الجليل بعد سرت الله أكبر. لكم المساس والعجة تخدر. هل هذا ذكاء من البل ذكية؟ البل ذكية فطينة. هي هو البل. تقولها مجدك. إيه لا هلا. لكن زي ما قال حد مع بعض غشب. وقعد ذاك الحويري الصغير. وراح تلبل وراح خلينا مش بيجي 4 كيلو 5 كيلو. وهم خلود. ونروح ندوره وندوره وندور معين هذه ورقة. خدنا عشية ونعود. والله ما وعاني حنا زي مسرت. وجيك نتبعها 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 والله ما يكون وقفت على راسه هشتم ولدها ولدها الله. أصغر من لا يوجد الله أكبر عرفت مكانه والله خابر تمتعاني يوم قاعد وإنه والله ما دلنا ديراننا من على الجدة مبنية حامين هذا مشوك وسهولة لابد في كفو أنا جذاب بنات جذاب ايه اللي يقول املح فحلها للمجاهيم ينقاد انقاد عموج ما يلعاجل اللي يرده هده. الله يطول بعمرك الله يبيض وجهك ويكثر خيرك يا ابو ضافي والله اني ودي والله ودي والله انا ودي عن حالي صايم من رمضان يجعلني مكسيك من ودينك اللي معناه عشيك اقتلي يجعلك تسلم يجعلك تسلم الله يطول بعمرك تقول وتفعل ولي والغيري رد البل هاي اني بعلمك شاعت الرمين فعلت انا اسلم الدهن هذاك الجماع تناسبيع هلا هلا وفكيت ريد عند الحاقن في عاترتي شوفي جين ونشاطي جين هلا هلا ومعي بندقن امتاجين هلا هلا امبالوت وفكيت جراح صابه من طيات الدود ما بواجد وقعد يركبي لهن وراتبعته جت هنديرتن غرب
ما تعدن هاي اجي هناك اليوم رشاش هناك اليوم رشاش يعني مطر اجي لحد محيات وركبه من دونهم سعره لحد اربعة توطن الرشاش رجعنا اليوم هاي اجي كاقصه على هذول كبيار قحم بيننا أربعة أضباء بيننا عرقوبين هيه وأجي كتردهن وأحط ذاك مية ميني السلام العرقوب اللي مية ميني أحط مية سيري وجم عمري بين عرقوبين شوارحن جبلة يوم انقطع يوم انقطع العرقوب لأن عبلت معبر الدهنات أنها بيت هيه أبجي فيها لا جعت الرجال تحتها يعين أضمد المزبلة الله وأقفى يوم جاء مني قريب هو يرقبها يبي يصيدها أبي يصيدها فألمس عمري أن أقفه ما يعلمني قلبه للصيد وأنا قلت أنا الله الله وعندك 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 هي رمية وصلنا ويوم فاخت مقدمها من رأسه اي والله وقدمها من راسه وراسه شادها وطحتها والأخرى يمجت دنقت براسها موراها والله يا بعض الأمر عليهم أركب ظهارها الشاكة أنها تميل راسه يا مغير أذب كفو يوم صرمت العضودة مطيرت منها هادحت الراس اللي وراها يعني بخاصة عليها قبل ما يرمي هو ما بعد رمى غر كريم وبهدنا وارتع شله منكم ثارة الخد الله الله وله اليوم ميحد اثنين باقيات وغيب عليك العنز اللي ترضخ ولا ربي التيس يوم ذبر العرقوب معلش ولا قرونة تركته اسلم صدر ميدمة يوم جات ركبة من ركبة سنت هناك و يوم كان بالمشاهد الظهر في الرملة وتبرح قال لي ربي نشتوي من دم عيمة أبشر فيك الطعيش أبشر رأس أنا أظهر رأسي لو رجالي عادي ويوم أستنحي عادي ظهرت شرفت يوم شغل يا مسند علي يوم جاني لهنا وعدي أحد توكلنا على الله ارتعتنا منه ما به ثم ولا به خشم ولا به عين واحدة لا إله إلا أنت تحسب أنا إنس ولا جن قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنت أنا من السرير ولا من العلين قال أحمد ربك شاي هايرن عليه شعجل ويهمت وجهه لا إله ولا سلمت عينه وحده بادي شو تفعل لا الله اسمع الهرع وحين أبو كنت في إكبال أبو شنت يدا ما يبعد سنة قال أحمد ربك برا صوب الضبي تب الضبي ولا تب الماء قال برا ماك صوب الضبي قلت حياك وكل منكم مع بندق الله مع معك ندة وأنا معي أمتعد الله الله قال حب أروح معك قلت حياك قلت أنا ما برام قاير ما أروح قلت ما أروح والله ما أدري عليك قبلي كفو هذا حظبي ظهرنا عليك كانت ما أدري عباله ما أدري حاده ما أدري ويشي والحظبي وجه يمين وهم يمين يظهر عليه الحظبي يوم ظهر عليه ثور عليه أخطع يوم أخطع شد الحظبي كبع يوم كبع ولا يوم لحطها معك نت ما يشرها ما يكندا لحطها من الخباط ولا درس بيرمي ولا ضبي يوم تلقى مني في كاله هل فيها بركب تجيب كرسي وعي هب الله الله يوم اللي هنجنا قدام شرب الشحم قال هيا انت رامي ما يعلم رميتي وانا ما اعلم رميته الله اكبر ايوه هرهم القاط ولا ضبي وجهنا قال احنا وين ذا احنا مين يعني واحد على زغونه واحد على عضوده طلقتين رمى وانا ما رمى ورميت ولا اعلم رميتي ولا اعلم رميته الله قال هذا ادري ضبي قد ضبيك انا عدد نشمنه في قابله ما عدد نشمت السعله كفو اي والله لو ولا يومها انا مصيبه ولا كمان ما عطيت شيء والله ما يبلع شعرب قلت اما الحين عذرك مقبول وابشر باللي انت بي اصفن ضبي نصيفتين واحد انا اعطيه نصيبتي واحد احط جلده ربي قسمه جلده وجه رايه هلا هلا هاي علوم ومعدهم معنا يا رجال اخافك تعذر الله يبيض وجهك والله ما هو بعذر يقول والله انك وسعت خاطري اهم شيء انه وسعنا خاطرك وسولفنا معك والله ما شاء الله تسلم هذا الرجال والله تضرب له وتفرح له
ولا كرمت انت انسح صدرك. بعضهم تعجمه عزيمته محبة ومصفوط. الله يجعلك سالم. وانت والله العظيم نعجمت اياك انها محبة ومصفوط. الله يغنيك. وموجود. يا بعد راسي الله يغنيك ويتستر خيرك وتقول وتفعل لي والغيري. الله يغنيك يا ابو ضافي. هذا مقر عزبة الشيخ خالد. هذا الوايت وايت البل اللي يروون لها فيه الماء. وهذه الغرفة اللهم لك الحمد من أول على بيت شعر وهالحين غرفة. هذا العائدي الله. البل يا ابو ضافي كم تجزي كم تاخذ عن الماء؟ حجرناه الرمل لك الجمال والسري اسلم يا سعدان وحلم وجهر وعبل وحاد كله جميع اي وريف صبط الله عندك حجرنا فيها والسري حجرنا والسري ونجي تجي ولأخذنا أربعة أشهر ويجي واجي أربعة أشهر أربعة أشهر ما ذاكت الماء ما ذاكت الماء وإنه ما ذقنا أشهر من العشاير وما جلسنا عند واحد من فريقنا لما أصبحنا كل من أجالها بزلفة تلبن لا أجيت بزلفة وأنا أجيت بزلفة ولا أجي بزلفة ولا أجي بزلفة قهوانا عنده مجلسنا واحد جميع أجي قهوانا على لبن ولا متفر نحبها وتقهون عليه تقول آه ما نقدر وتقهون اجمعوا اللبن الباقي يحط لهم معون شبة الظهر يا الله أكبر لا من جظهر شبة الظهر وتقهون من اللبن ولا يجب الليل يغتبجون ويطبخون لحم الصيد في اللبن ويغتبجون والله أنا أربعة أشهر ما ذقنا الماء لا أنت ولا البل لأنه ولا بنا وقبل رجالي يعترض على المسامح راس بن على الرحول ولا قام بعض المرار ما خدت الحفية يا الله بالمسامح يوم الله ولا قدرة غادية الله لأني جايني واحد مع القدرة قاعد طاحت في الليل يوم اعترض واني شاقن قدرتي بيني وبينه شالخ خبز ستي معطي شقتها وانا شقتها عصبها رؤسنا الله من قلة الملابس هذا ملابس شوي هلا هل ومعبرين قوتنا وبخير لحد زمان الجوع لحد وقت الجوع وقت الجوع ايه مر عليك والله مرنا على انا والخير واجد الارمان بخير يا ري ياكلوا من الصيد الارنب مريح والضبي واجد والارنب واجد والضب واجد كل شيء راحي والبل مبروكه ذر على رجلها يوسف جمنا لا منها قصري ولدت جروا لهم حوار حياة أبوي هو الله يبيح منهم والديكم آمين واحد هو قصيري واحد من الجماعة معها أبوي معها ست خلفات وقصيره معه خمس ساتت اللي حقت أبوي مسرورة وناقت جاهوشة ولا جاهم ضيف وقاموا يتهدون عنده لم حضيرة بين بياتاتهم حضيرة ما بلا ولا شجرة حط على بجاد ولا شيء ذرة قهوة فيها قهوتهم دلالاتهم فيها ولا جاء مضيف قام يتهدن هوية قصيرة عندي إلا عندي إلا عندي إلا عندي يوم جاء ليلن قال أبوي الله بيحمن والديكم يا فلان تحالبني قلب حالبك قلقم على خلفها تحلبها إيماري إيه خلنا يعني نحلب الخلفها يعني تحدون إيه وكم يحل على هات يخلبونها خمس لكن جدر خلنا نقل له كان رح بجدر بجرانه معه وحرمته ويروحون صوب المسرورة حق تبوي ويهورونها خوار تري مجد حدا يوم على الدرية يوم ثلاث من الخمس حلبت عليها قال شوف يا محبوب أدري شو قمني بحالبك كوالا مدري قال هذه إياه للضيفان اللي يجونا لا عادكم تناشبني فيهن وانت عندك خمس لحوشك وانا عندي خمس وهذه الرؤوس للضيفان اللي يجون الله كلام ما الحين قنعتنا هلا والله سهلا في الغالين. بعد ما انهينا اللقاء والمقابله مع الشيخ خالد بن بشوت الدوسري توقفت في هذا المكان ابزين فطوري. هذه عزبه سياره مكشات المسافر. تعالوا اوريكم الطيب لا تستغرب منها للطيب كثر الله خير الشيخ خالد بن بشوت قال الا تاخذ معك حليب من البل الله يبارك له في حلاله وماله يا رب العالمين.
أبى أقول لكم شيء، أنا سويت مقابلات كثير مع ناس، لكن مثل هالعسل ما وجدت والله العظيم يا جماعة الخير. ما ودي أقطع اللقاء معه، سبحان الله العظيم وش كمية المعلومات وش الأخلاق العالية وش الاحترام والتقدير. بعض كبارين السن ما يسمح لك بالتصوير. هذا فلاوي فلاوي رغم عمره ما شاء الله حول 90 عام، الله يطول بعمره على طاعته، إلا أنه بروح شبابية ويحاول فيه للعشاء إلا تأكل واجبك. الله يكثر خيرك يا شيخ خالد. بصراحة سويت لقاءات كثير مع ناس كثير مثل هالشيخ بصراحة بدون قصور في اللي سويت معهم لقاءات، لكن هذا له ميزة خاصة عندي. يا الله وش كمية يا الله، هو يسولف معك حاط النيدة عليك كذا ويسولف معك يعني يحسسك انه قريب منك. يا الله يا جماعة الخير الله يطول بعمره على طاعته، وهم الخير والبركة. شفتوا هؤلاء كبارين السن، لذلك انا احرص دائما باللقاءات مع كبارين السن وتقديرهم. اساسا المقابلة هذه واللقاء هو احترام وتقدير لهم. الله يطول عمره على طاعته يا رب العالمين. وشكرا لكم مشاهدي الكرام. ختاما لهذا الفيديو أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو إذا أعجبكم، فدعمكم يهمنا. وهذا وقت الفطور، فطوري كبسة، وهذه جلستي الضوء شابة والقهوة والمة، وهذا حليب المبروكة الله يبارك لنا وللشيخ خالد بن بشوت خلف عليه بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن المغرب الآن. اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا، ثبت الأجر وذهب الظما بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.